أبو أحمد له سؤال آخر، يقول: ماذا يفعل المريض الذي لا يستطيع الوضوء ولا التيمم ولا يجد من يعينه على ذلك؟ إذا خشي خروج الوقت وليس عنده من يعينه على الوضوء ولا على التيمم فإنه يصلي على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.